اعتدال اخ قتل غدر اخوه وعاش بجنون في جوف ليله والظنون 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 انسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان جبنا وجرته يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرح عين بكت حزن وفرح يمشي يعمر دنيته يقطش دم بصفك وينصرك ويكون لك ولا يكون إنسان شيء عندك تغيير يا رضية؟ ما في شيء يتغير في يوم وليلة. ولو قلت لك إن هذا الشيء صار معي بقول لك الله يستر من تاليها. اللي أقول لك عليه صحيح وبتشوفي أنت راح تشوف المرجل اللي يغلي فوق. أكيد أمي. Thank you.
هذا واجب الطاعة لك يا أم. سامحيني لأني كنت غافل عنه. إيش اللي صار لك؟ لو ما عرفك إنك ولدي كان قلت هذا اللي قدامي واحد ثاني. تانية اللي قدامك ولدي قيصر آخر العنقود. سبحانه مغير الأحوال. لا أحسن أروح أجيب لك البخور وأبخرك. جلسي جلسي يا أمي جلسي. طمني أنا ما فيني إلا كل خير. ها خبريني إيش اللي صار وأنا ما موجود. عندي كلام كثير بس ما أعرف من وين أبدأ. بدي يا أمي بدي من وين ما تريدي. أقصى شيء علي لما كنت بعيد عن عيوني، وأهم شيء إني اشتقتك كثير. أنت متأكد إنك قيصر؟ هذه غرفة المنحوس. فرد عماركم كان قدره. ما عليك اصبر شوي علي. طول عمره يدور البلا. أما أنت كلا تخليه معاك وانت رايح علشان دايما تتذكرني في دربك. وكيف ممكن أنساش اللحظة وقلبي معاش؟ قلبك سالم طول ما هو معاي.
عطرته بالعود والبخور اللي تحبه. ريحته عندي مثل الهوى اللي اتنفسه، اذا غاب عني اموت. اياك تكرر هذه الكلمه مره ثانيه. زين مبارك، حاولوا ما تتاخروا. اخوانك راشد وزايد هم اللي قرروا، واذا جيتي علي انا فانا بسابق الريح عشان ارجع لك. ليش؟ ما لقيت غير هالحقير؟ اليوم من أتعس أيام حياتي. إنسان قلب تمنى وانكره، عين البكاء حزن وفرح، يمشي عم دنيته يبطش دم. هناك من يريد أن يخطف مني أعز إنسانة في حياتي. أية وقاحة تلك التي جاء بها؟ أيظن أنني سوف أرضى أن يسرق مني معنى الأمان لأيامي؟ نعم، هذا اليوم تعيس بالنسبة لي، لكن أيام ذلك الحقير سوف تكون أتعس. جاء يخطف وحد ولا يدري بأنني سوف أخطف منه لحظات راحته وهنائه، حتى لو كلف الأمر بأن أبعده إلى ما لا نهاية. استغفرك اللهم سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفرك اللهم وأتوب إليك سبحانك ربي إني كنت من الظالمين. استغفرك اللهم وأتوب إليك سبحانك ربي.
وعد. طمني يا دكتور، كيف حالتها؟ طمني طمني يا جماعة الخير، خلاص الحمد لله حالتها مستقرة وما في داعي للقلق. دكتور خالد، هي ايش صار عندها بالضبط؟ ارتفاع ضغط الدم سبب لها حالتها. بس ما عليك، كلها ساعتين ان شاء الله وتقدروا تاخذوها للبيت، بس لازم تلزم العلاج والراحه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب على ذكرك. شكلك هذا اليومين ما عاجبني. مجرد ارهاق يا اطمن. زين، بنشوف نهاية هذا الارهاق. تفاصيل رحلتنا تحفظها في راسك. تأكد انها بتكون في بير عميق. انا اقترح لك انك تاخذ لك اجازة يومين على هذا الارهاق اللي فيك. لا يا عم، أنا بكرة بدري بكون في المكتب. نروح البيت. لا تقدمني أنت يا عمي، أنا عندي مشوار لازم على وين اني الاخ؟ لا تخاف، بعطيك اللي تريده. السالفه ما سالفه فلوس طول الله عمرك، بس انا اسالك وين وصلك؟ ممكن تسوق وتزاكت. هذه واحده ولا عنها. طيب على وين ان شاء الله يا اخي؟ اي مكان، سوق وبس سوق. عجب، انا عرفت. أنا أكيد حد داعي علي هذا اليوم. تفضل. هذا نحن وصلنا الحمد لله. وين وصلنا؟ لأي مكان طلبته. نعم، انت تستظرف ولا ايش؟ لا بعيد عنك، بس انا شويه بغيض. اشك انك طبيعي. انا ولا انت؟ نعم، سمعني انت ايش قلت.
يا بني آدم أنت وصلني لأي مكان، هذا أنا وصلتك لأي مكان، بس نحن في الشارع ما وصلنا لأي مكان يا بني آدم. والله والله قول حال عمرك، لا تقول لي أنا. طيب أنا آسف، وديني البحر. هي تو عرفنا لك على قرن وصلك فيها. الحمد لله على سلامة الحاج. الله يسلمك. ايش اخبار زوجك؟ شداد ما عرف ايش ما رجع معانا. لا تخافي عليه، اكيد راح مشوار. اي مشوار بهذا الوقت؟ على الاقل رجع اشوف اولاده اللي كان ينتظروه. رضية، في شيء صاير انا ما اعرفه؟ لا ابدا، بس تمنيت رجع على طول. الا ما خبرتيني ايش سبب تغيرك، ولا كما خمنت حصلت المعالج النفسي؟ بخبرك بكره لما نلتقي. لا الحين، على الاقل تكسر حده الانتظار عندي. ابدا، بس قررت اشغل نفسي بشيء من المشاريع بمساعده اخوي الحاج. هذه اخبار جديده، الله يوفقك. وانتي الله يطمنك على زوجك. زين اقول لك، انت اتصلتي فيه؟ تلفونه مسكر، بس بشوفه الحين. في شيء اخ؟ هلال، اسمي هلال. أنا ما سألتك عن اسمك. يا سبحان الله، لا اللي ما عنده مرتاح ولا اللي عنده مرتاح. صدني أنا ما كنت وأقصد نفسي. الله، هذه هي الدنيا، الإنسان ما يأخذ منها غير نصيبه. تفضل، وهذا البحر قدامك. حياك. ليش ما تنزل؟ نعم الأخ، أنزل. إيش أسوي؟ قتل باغ البحر، وهذا أنا جبتك عنده. انزل. خلينا نتكلم شوية، كلامك عجبني. عجبك اديناها العافية اليوم. كيف يعني ما فهمت؟ هذا كيف أفهمه؟ لا تخاف، بعطيك اللي تريده. ايش تعطيني يا ولد الحلال؟ أنا حاتي أولادي. أولادك؟ هي أولادي، مو سمعتني أقول سنانيري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قصده ضايقة، بس أنا ما فاهم هو إيش يريد. أنا آسف، يمكن ضايقتك بكلامي. لا، كلامك ما ضايق. أنت مشتاق أولادك لأنك ما شايفهم من الصبح، وأنا صار لي كم يوم ما شايف أولادي. شوف أنا وين جالس. طيب إيش يمنع أنك تشوفهم؟ أنا آسف، ما من المفروض أني أسألك. أنا أريدهم يناموا. سامحني ما فهمتك. صدقت
صدقني ما قادر أتركك وأنت على هذه الحالة. أقول الأخ شداد، اسمي شداد. أنا ما سألتك عن اسمك. الحمد لله أخيرا ابتسمت يا أبو عنتر. علي، أنا ولدي اسمه علي. لا ما أنا ما بنام لحد ما أوصل أبوي. حبيبي قصر حسك، أختك نايمة. هي ما نامت إلا بعد ما تعبت، هي تنتظر. ليش أبوي صار كده؟ ليش؟ أبوكم الشغلة زادت وكل هذا عشانكم أنتو. بس بوعدك حبيبي بخليه ياخذ إجازة ويمشيكم في كل مكان. أنا أعرف لكن هذا الحين أنا أعرف. لا حبيبي لا تقول هذا الكلام، أبوكم يحبكم وحتى أكثر مني أنا. ليش ما رجع لحد الحين؟ كنت زايد رجع من زمان. خلاص ما لا تزعلي أنا بنام. عمران، عمران تعال يا الصباح تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أشوف عندك ضيوف شيخ خلال. ودر عنك أنت هذه الهورة وخذ هذا العشاء حال الصغيرين. أم زيد لك عشاء لا تخاف. في شيء؟ لا لا أبدا. تفضل تفضل. هلال ما يستوي عزم الرجال، خليه تفضل. تفضل معنا تفضل. لا لا مشكوري. توديك الساعة أبو لابسنها بكم؟ أخ أخ بس لو تطيحوا مثل هالناس في دي. بس أسمي لا ساعة تبقى ولا عقار. ما عنده فلوس ترى هذا البر، ما عنده فلوس والله. ناس عايشة. هذاك أخوي عمران عذبنا، ما عرفنا وش يريد. 3 سنوات يدرس في الهند على حسابي ورجع كما راح، والحين شوفت عينك يحوط من مكان حمكان. يا الله وإيش يقول الواحد بعد؟ وين رحت بأفكارك يا أبو الأفكار؟ توافق تشتغل معنا؟ عندنا شركة كبيرة وممكن نشوف لك شغلة زينة. إيش أشتغل يعني؟ أي شغلة غير عن هذه الشغلة. لا لا الحمد لله أنا مرتاح في شغلتي هذه. مرتاح في هذه الشغلة؟ نعم. عندي هوري الوالد الله يرحمه على إيجار كمية محل، أرجع بيت عند أولادي وأحط رأسي وأنا مرتاح. الله يسلمك، أنا إنسان ما أحب حد يتأمر علي. خلاص ما أتكلم عن أبوي مرة ثانية. خبر إياه بعد ما تتكلم ولا تسأل عنه. هو موجود وما موجود وما يسأل عنه، ليش نحن نسأل عنه؟ المهم أنك موجودة معنا يا أمي. أبوي ما مهم. فعلاً شداد تغير.
أنا اليوم ما بخلص، ما بخلص مشاويري اليوم. أسمي بردول ذا العمران، وأسمي كهلال ما سويت شيء يوم ذا أخوك. أه عمران! أه عمران! يا مو عاقل انك شايب خميس، يعني كنا تفوتك البورصة. البورصة؟ أبوي البورصة حالك أنت ومطالقنا مخلينا. كان زين والله لو حالنا ومثالي. عمران أسألك، تو أخوك هلال ما قال إنك تقوم الغفشة عشان تشلني كم مشوار اليوم؟ أبوي قايل قايل، بس تراني أنا كنت نايم شايب خميس، كنت أحلم أحلم كوابيس. أول ما صحيت الصبح تحت عيوني شفتك أنت قدامي. يا أحسن، هذا من طيب أخلاقك يا عمرانو. شايب خميس، شايب خميس، نمزح نمزح جالسين. وهذه السيارة مالها مالها، ما راضية تشتغل. هذه بعدها تدرس. ايه اضحك، وهذاك بارد، ايش يعني؟ يعني شايب خميس، قوم انزل وتفر. انا يا عمران على شيبتي وكبري تريدني انزل واتفر لك السيارة؟ حقيقة شايب خميس كيف بتشتغل السيارة؟ ترى كذا شغلك انت بيتعطل. لما خبرتني شايب خميس ما خبرتني وين باغي تروح. البنك، البنك باغي باغي اسحب ذا الشيكة. وهذا الشيك كاش ولا باسمك؟ مو نوبة ذا كاش، يقول نقدا يا ولد نقدا. عطنا شوف كاش، اقصد نقدا. 10,000؟ الحمد لله اشتغلت السيارة. ابوي 10,000 الحركة المتكسح ما الا سيارتي انا. ما فهمت يعني بنك وشيك 10,000 والشايب خميس مستعجل، اكيد السيارة بتشتغل بتتحرك. شندك من اول الصبح. كل الخير يا زايد. شوف قيصر كيف صار الحين؟ ماله مضمونك؟ ما شاء الله عليه، صار انسان ثاني. ليكون غيرتي ودفعت الفرق. لا والله ما اوافق، لو عطوني مال قارون كله. لا تطمني، من هذه الناحيه ما حد بيعطي شيء. ما حد مثله، ما شاء الله عليه، صار عاقل ويصلي الفرض بفرضه. لا فعلا تغير ما شاء الله عليه. لا وازيدك، فكر انه يكمل دراسته. ومن متى هو يحب الدراسه؟ الظاهر انك كنت على حق، ولما عرف ان رضاك واجب اعتمد على نفسه. الله يخليك يا زايد، اذا جاك يعتذر وتسامح منه لا تكسر بخاطره ورجع للشغل. زايد انا جالسه اكلمك. زايد ايش قلت؟ انا جالسه اكلمك عن قيصر. انت ما عندك غير دلوعك هذا؟ تفضل شايب خميس، روح اسحب تشيك. وينه؟ اعطيتك ايه؟ اعطيتني انا اياك تشيك؟ اول تشيك، اين صار تشيك؟ دور دور هناك شايب خميس تحصله. اي روح تشيك عمران، تشيك ما حصل انه شايب خميس. ها هذا تشيك، ابوي كنت امزح معك. لا حول ولا قوة الا بالله، مزاحك هذا يجيب الجلطة حال واحد. ابوي هاته هاته. لا لا استريح، انا بروح اسحب لان اسرع منك. زين جزاك الله خير، سير ادخل وانا بنتظر. ان شاء الله شايب خميس، ان شاء الله. سير سير.
السلام عليكم اخوي هلال، كيف حالك؟ من عمران؟ عمران هبت ريح. احنا الحين واقفين قدام البنك. هي نعم قدام البنك. لا في شيء؟ لا ابد، بطاقتك الشخصيه لو تسمح. تفضل. لا اخذ بطاقتك منتهية. ليس ينفع؟ رخصة قيادة المركبة؟ ايه تنفع. مو سالفة، مش هاي بخميسة قلنا نخدم والاخ رخصة قيادة المركبة. اظن الواحد لازم انه يتمشى ويشيل معه قاموس عشان يترجم. وقع لي على ظهر الشيك. لو الشاي بخميس يحطون في حسابه ما أحسن. تفضل. اسمين لو كانت تحط غير الشاي بخميس كان لعبت لعب شيء. طب أنا لو شليت منهم 50 ريال يعرف الشاي بخميس؟ الله لا يبين فيه. طبعا بحسبهن يعني، هذا اذا ما عندك مانع. سلامات شايب خميس، جيت وخليت سياره شغاله. بوي ما بشلهن، ما بشلهن فلوس موجودات. لا والله يا ولدي حشا، ما هذا مقصدي، بس ان نسيت اخبرك تكسر لي 200 ريال بو نص ريال. بس 200 ريال؟ ايه 200. ها 200 بو نص نص. بونص نص ولدي. عاد تنقص شايب خميس. عاد بالمرة سجل رقم تلفونك في الشيء. إن شاء الله. شبع شايب خميس. تفضل. ما تخاف مكانه مكانه. ايه ضمن سيده ضمن سيده. شايب خميس ما عندك ما تروح مكان ثاني؟ اي نعم يا ولدي، وديني محل تحويل اموال. حتى انت تحول اموال شايب خميس؟ Thank you.
Thank you.